شهداؤنا لكم تنحني الهامات وبكم ترتفع القامات وبشهادتكم تنال الشعوب حريتها وكرامتها. باسم مجلس عوائل الشهداء في كانتون قامشلو أتقدم بأحر التعازي القلبية لعوائل شهداء الحرية وأخص بالذكر بناب قوتك عسكري أم سرساقي أم أرباط حد مرات شهيدة بكن وأم سوز الدين أم السر دوزة حد شهيدة بشر هم شهيدة كل كردستاني أم سوز الدين سوز الدين سوز الدين شهيد اول قومش على راس الهدانه بيخ السلام وتمثيله ويدكن